قصير اليوم موهبة بالفرقة، سوينا بعض الابتكارات وفي هذا واحد سويتها اللي سويناها بالمريض. عن المشروع عبارة عن لغة برايل، هي بس بالكمبيوتر تعتبر بالأوراق حقها بالكمبيوتر طباعة فقط. والحين سوينا حاجة تشتغل مع الكمبيوتر، الجهاز بكل بساطة أعطيه أوامر، أعطيه أمر سريع ويرفع لي العمود المعين أساس يطلع لي الحرف. طبعاً الحرف فكرة أنا 3x2 وعلى حسب النقاط المعينة يعطيني الحرف المحدد، ويعني في أحرف كثيرة فطورنا حاجة بسيطة الفريق الأربعة. وهي هذه اللي نطور فيها بالكمبيوتر ونقدر نحدد فيها ايش نسوي. طبعا الحلول اللي فيها اللي هو فاقدين النظر وفاقدين السمع، الطريقه الوحيده اللي يقدرون يتواصلون فيها هي طريقه برايل بس. فاللي سويناه انه خليناها بالكمبيوتر لان بكل بساطه ما يقدرون يشتغلون بالكمبيوتر كذا من الرسائل اللي تجيهم هذا، وبرضه بالأماكن العامة للناس اللي فاقدين النظر. فهذه هي الطريقة اللي سويناها. طبعا الفكرة بس بسيطة، شغل الجهاز أعطيه أمر يرفع لي الكلمات المعينة وبس. طبعا أقدر أطور أضيف كلمات جديدة اللي نقدر نخلي مثلا إيميل إذا جت رسالة نقرا لك إياها نطلعها عشان تقدر تقراها. وبس هذا اللي عندنا يعني، إن شاء الله تكون فكرة حلوة. وإن شاء الله تعجبكم المقطع. بسم الله، سبسكرايب، يلا سلام.